تقول فضيلة الشيخ: ذهبت للحج وعند الجمرات لم أستطع الرمي بسبب الازدحام الشديد، وفوكلت عني أخي في جميع رمي الجمرات الثلاث، فما رأيكم في ذلك؟ رأينا أنه إذا كانت لا تستطيع أن ترمي بنفسها، إما لمرضها أو لكونها حاملا أو لكونها أرجاء لا تستطيع المشي إلى الجمرات ولا أن تستأجر من يحملها إلى ذلك، فإن لها أن توكل. أما إذا لم يكن عذر فإنه لا يحل لها أن توكل، لأن الجمرات من شعائر الحج وجزء من أجزائه، وقد قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ومن إتمام الحج إتمام الرمي. ومسألة الزحام يمكن التخلص منها بتأخير الرمي من النهار إلى الليل. نعم. بارك الله فيكم. تقول: أديت فريضة الحج والحمد لله ولم أرمي جمرة العقبة بسبب الزحام الشديد، ووكلت زوجي ليرمي عني، وأثناء رمي باقي الجمرات كنت مريضة، فرمينا بعض الأيام ولم أتمكن من الرمي في بعض الأيام الأخرى، فرمى عني زوجي، فهل علي شيء في ذلك؟ أفيدوني مأجورين. أما الأيام التي رمى عنها زوجك وأنت مريضة فرمه مثله إن شاء الله تعالى، وأما الأيام التي رمى عنك وأنت لست مريضة ولكن تخافين الزحام فإن الزحام لا يستمر، الزحام يكون في أول وقت الرمي ثم لا يزال يخف شيئا فشيئا إلى أن ينعدم بالكلية، فلا يحصل الزحام. وإن كان يحصل مثلا عشرات أو مئات من الذين يرمون الجمار، لكن هذا لا يحصل به الزحمة التي تمنع من القيام بواجب الرمي. وعلى هذا فيكون توكيل الزوج في هذه الحالة لا يجوز، بل ينتظر حتى يقف الزحام ثم ترمي المرأة بنفسها. وأرى من الاحتياط لهذه المرأة أن تذبح فدية في مكة توزع على الفقراء هناك، فإن لم تكن واجدة فلا شيء عليها. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.